دعت السعودية على لسان سفيرها في اليمن كلا من الحكومة وميليشيا الحوثي للحوار في الرياض. وفي تصريحات للسفير الجابر أكد أن التواصل بين السعودية والحوثيين قائم منذ فترة بغرض التوصل إلى تفاهمات بشأن إيقاف الحرب في اليمن. هذه التصريحات رآها البعض على أنها تغير في موقف السعودية، بحيث تتحول من طرف في الحرب إلى وسيط بين الأطراف اليمنية على النحو القائم بين الحكومة والمجلس الانتقالي المدعو من الإمارات. وبحسب هؤلاء فإن فشل السعودية في إدارة الحرب قد انسحب أيضا على دورها في الوساطة، حيث لم يتم إنجاز أي تقدم على مسار تنفيذ اتفاق الرياض بعد نحو 6 أشهر من توقيعه، وهو ما سيكون أسوأ في حال نجاحها في جمع الحكومة والحوثيين. بعيدا عن هذا، فإن تصريح السفير السعودي عن وجود اتصالات مستمرة بين الرياض والحوثيين وتأكيده على أن الرياض أبلغت الحوثيين بأن الغارات التي شنتها على صنعاء قبل أيام كانت للرد على إطلاق الصواريخ باتجاه السعودية فقط، يشير إلى ما يؤكده البعض من أن السعودية انسحبت تماما من الحرب اليمنية وتبحث الآن عن مخرج مناسب. بالمقابل يرى فريق آخر أن ذلك حق سعودي غير قابل للنقاش، فالحرب لا يمكن أن تستمر للأبد، خصوصا وأنها لم تعد تحقق تقدما حقيقيا على الأرض. وبالتالي فإن بحث السعودية عن حل سياسي أمر طبيعي سواء في الوقت الراهن أو مستقبلا، فلماذا لا يكون الآن؟ للنقاش سيكون معنا من الرياض الخبير العسكري السعودي اللواء مستور الأحمري، ومن أوتريخت في هولندا أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور عبد الباقي شمسان. وأبدأ بالسؤال المشترك مع ضيفي من الرياض مستور الأحمري، أهلا بك. مساء الخير لك وضيفك الكريم ومشاهديكم الكرام. إعلان الرياض عن استمرار تواصلها مع الحوثيين ودعوتها للحكومة والميليشيا للحوار في الرياض، كيف يمكن فهمه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى الحكومة الشرعية بالإضافة إلى المجتمع الدولي ممثل في سيادة اللواء، تسمعني؟ هل ما زلت معنا؟ طيب، فقدنا الاتصال باللواء مستور الأحمري، سنعاود التواصل معه وأنقل السؤال المشترك لضيفي من أوتريخت في هولندا الدكتور عبد الباقي شمسان. دكتور عبد الباقي، إعلان الرياض عن استمرار تواصلها مع الحوثيين ودعوتها للحكومة والميليشيا الحوار في الرياض، كيف يمكن فهم هذا الإعلان؟ التقدم نحو عمران، وهناك دول خليجية واضحة قدمت الدعم للحوثيين إلى إزالة، كان هناك خوف من القوى التي صعدت بعد ثورة 11 نوفمبر. هناك تواصل قديم وهناك تواصل تاريخي عبر الملكية والجمهورية، وبالتالي هذا بالنسبة للتاريخ. وبالتالي المملكة العربية السعودية تواصلت مع الحوثيين، وحدة الدول الخليجية تقريبا تواصلت مع الحوثيين وقدمت المال والدعم، واتفقوا على الدخول إلى صنعاء، عدم تجاوز يعني خطوط صنعاء، ولكن هناك كان تحول في التوجه نحو مدينة عدن. وبالتالي هناك تواصل دائم، وهناك ما يسمى بالعلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية والجماعات السلالية المذهبية تاريخيا، وهي بالذات الأسر الملكية الإمامية. بالنسبة للتواصل هذا الأخير، هذا ليس بغريب، لأن إذا ما ركزنا على أهداف التدخل هناك هدفين. الهدف الأول كان عندما صعبت قوى التغيير والثورة بعد 2011، كانت هناك قوى غير مرغوب بها أن تتقدم المشهد، لذلك تم التجديد في المبادرة الخليجية شرعية الرئيس صالح نصف السلطة، وعمليا هو السلطة كلها، وبالتالي ضمنوا ألا يكون هذا الحقل السياسي كامل لقوى التغيير وتحديدا أيضا للتجمع اليمين الإصلاح. ثم عندما بدأ صالح يلعب بهذه الأوراق ويلعب يريد أن يوصل إلى فراغ دستوري، ولم يتمكن في إيجاد فراغ دستوري عندما كانت هناك مادة 7 فقرباء تقول تنتهي المرحلة الثانية بالاستفتاء الدستور
انتخاب رئيس جديد، تم حادثة العرض إلى آخره. وبالتالي هنا الخليجيين أعادوا نظريتين استراتيجية ثنائية. الاستراتيجية الأولى إيجاد مبادرة غير المبادرة الخليجية، تدخل الحوثيين طرف رئيس بحيث يكون الحقل السياسي اليمني فيه الحوثيين والسلطة الشرعية الانتقالية وعلي عبد الله صالح والتجمع اليمني الإصلاح كطرف أيضا جزء من الثورة الشرعية، يعني يكون الحقل رباعي بحيث لا يستفرد طرف من هذه الأطراف. ولذلك هذا ما يؤكده اتفاق السلم والشراكة اللي قطع مع المبادرة الخليجية، وكان يؤسس بعد الاستيلاء على صنعاء إلى توقيع اتفاقية تشرك الحوثيين كطرف رئيس معادل، وهذا يضعف حظوظ جماعة الإسلام السياسي. لكن يعني هناك السعوديين كان لهم خطتين، خطة المبادرة اللي هي الاتفاقية غير المبادرة الخليجية للسلم والشراكة بدعم دولي، ثم في حال عدم الوصول لحل سيتم التدخل العسكري، والتدخل العسكري هنا كان لا يستهدف المناطق الشمالية، كان يستهدف المناطق الجنوبية. ولهذا عندما تحركت قوات الميليشيات صالح الحوثي إلى عدن بدأت الإنزال البري لدول التحالف الخليجي، لأن هناك مصالح استراتيجية في المناطق الجنوبية تتعلق بمدينة المهرة ومشروع القرن، وتتعلق بالمشاريع الإمارات العربية المتحدة المتعلقة بالسيطرة على المنافذ البحرية ومر التجارة الدولية في القرن الإفريقي وفي جزيرة سقطرة وبريم وباب المندب، بحيث يتم لهذه الإمارات التحكم بممرات التجارة الدولية إلى يعني ذهابا وإيابا في هذه المنطقة المنفتحة على المحيط الهندي وعلى المنطقة العربية. وبالتالي هناك المناطق الجنوبية هي رئيسية. طيب لو تلخص دكتور عبد الباقي، هذه التفاصيل سنتناقش فيها، لكن لو تلخص لنا في دقيقة فهمك للإعلان السعودي عن دعوة الحكومة الحوثيين الآن للحوار في الرياض من حيث التوقيت أيضا. كما قلت لك، لو كنت يعني أكمل نفس الفكرة، عندما دعمنا انقلابا في الجنوب وضمننا أن هناك سلطة واقعية أخرى في المناطق الجنوبية وفي عدن مدعومة إماراتيا وبالتوافق سعودي، وبالتالي أصبحت هذه السلطة الجغرافية غير موجودة. عندما أصبحت القوات السعودية في المهرة، وهنا المناطق الجنوبية والأهداف الاستراتيجية للدولتين قد تحققت، الوجود في الجزر وفي الممرات الدولية، إيجاد للسعودية ما يسمى منفذ إلى بحر العرب في حال إغلاق مضيق هرمز، تبقى المناطق الشمالية. المناطق الشمالية السعوديين عندهم ما يسمى بالعلاقة التاريخية مع الحوثيين مع الملكيين، بحيث أنهم يمكن التوصل معهم إلى تسوية. ثم سأضيف عنصر آخر، هناك حوار لابد أن يتم، لأن مصالحهم الجيوستراتيجية ضمنت في الجنوب، لأن هناك مشروع القرن قد ضمن، وهناك قوات سعودية في المهرة، والمشروع والأنبوب على قدم وساق هم يخططون له. كل الباحثين يقولون أن الإمارات لن تخرج من اليمن حتى إذا في تسوية، لأن هذه مشاريع كبيرة، ولن تخرج الإمارات من اليمن، وكثير من الباحثين اعتبروا أن الوجود الإماراتي السعودي احتلالا. لذلك في المناطق الشمالية عندنا جزئين في الجغرافيا. الجزء الأول، السعوديين لديهم ثقة بأنهم سيدخلون في حوار مع الحوثيين. الجانب الآخر، أن هناك ضمانات للسعودية بأن مدينة تعز سيتم فيها استنزاف الحوثيين والتجمع عليهم الإصلاح والجمهوريين الملكيين، وسيتم استقطاع المنطقة الشرقية. هناك مخطط يعني الآن، وهناك موافقة دولية من خلال اتفاقية ستوكهولم، بمعنى ستوكهولم هي خاصة بالمناطق الشمالية. إذن السعوديين الآن يحسوا أنه ضمنوا وجودهم في الجغرافيا الجنوبية، ضمنوا مشروع القرن الذي سيمتد إلى بحر العرب مرورا بالمهرة. إذن يعني وصلت الفكرة دكتور عبد الباقي، السعوديين ضمنون كل ذلك، لذلك قدموا هذا الإعلان. أعود لضيفي من الرياض اللواء مستور الأحمر الخبير العسكري السعودي. أهلا بك سيادة اللواء مرة أخرى، وأود منك أن تجيبني على السؤال المشترك الذي طرحته على ضيفي من أوتريخت دكتور عبد الباقي شمسان. إعلان الرياض عن استمرار تواصلها مع الحوثيين ووجود مفاوضات ودعوتها للحكومة والحوثي للحوار في الرياض، كيف يمكن فهم هذا الإعلان الآن؟ نعم عزيزي، أنا أكمل وأسف على الانقطاع الخط. مثل ما يعني ذكرت أنا في البداية، سأكمل بأنه المملكة العربية السعودية في عملية الدعوة إلى السلام هي قائمة من سنوات، وحتى من بداية الحرب
هذا الدعوات إنما دعوات إلى أن تكون محادثات على يعني على أسس واضحة على القرارات الدولية، على المبادرة الخليجية، على جميع القرارات التي اتخذتها الحكومة الشرعية. فالمملكة العربية السعودية والتحالف العربي لم تدخل اليمن لمناصرة طرف ضد آخر، إنما هو لإعادة الشرعية إلى العاصمة صنعاء، إعادة الحكومة الشرعية إلى حكم اليمن. ليس هناك خلاف مع أي يعني مجموعة أو يعني طرف من اليمنيين، ما عدا مع الحوثيين عندما استخدموا السلاح ضد الحكومة الشرعية وارتهن أمرهم وسياستهم الداخلية والخارجية لإيران. ونتوقع المملكة العربية السعودية لن يكون في الوقت. طيب، وما الذي تغير سيادة اللواء الآن؟ ما زال الحوثي يستخدم السلاح وما زالت علاقته جيدة وقوية مع إيران، ما الذي اختلف وما الذي تغير ليأتي إعلان الرياض على لسان الجابر؟ خلني أكمل. فأي محادثات سلام هي يعني مبنية على القرارات الدولية وعلى أن المملكة العربية السعودية لن تقبل بوجود سلاح إيراني في جنوب المملكة العربية السعودية، إنما هي تدعو إلى السلام. الحوثيين هم طرف موجودين على الأرض، الحكومة الشرعية موجودة، جميع الأطراف اليمنية موجودة، الجميع قبلوا بالحوثيين قبل اليوم. الحوثيين هما مكون من مكونات الشعب اليمني، ولكنه يقبل بهم سياسيا على أن يكونوا من المكونات السياسية عن طريقة ديمقراطية، لا يحملون السلاح، لا يرتهنون قرارهم السياسي إلى دولة خارجية دولية معادية للمنطقة العربية كاملة. فإذا استجاب الحوثيين فستكون هناك مباحثات، ستكون هناك يعني الحكومة الشرعية موجودة، الحوثيين موجودين، المملكة العربية السعودية لا يمنع أن تتحاور مع الحوثيين إذا كانت ستؤدي إلى سلام في اليمن، إذا التزموا بالقرارات الدولية، إذا التزموا بنزع السلاح، إذا التزموا بأن يكون مكون مسالم من المكونات اليمنية. ولكن بالوضع الحالي لا أتوقع أن يتم القبول بهم بهذا الشكل. أنا استمعت إلى جزء من حوار. طيب، إذا كان في الوقت الحالي لا يمكن القبول بهم، لماذا يتم الإعلان عن هذه الدعوات والتوجيه وأن تضع السعودية وموقفها بشكل محرج أمام وسائل الإعلام؟ يعني أن سمعت النفي الحوثي الذي جاء على لسان قياداته في الفترة الماضية، استجابت المملكة العربية السعودية لدعوته بأنه يعني يرغبون في أن يكون هناك محادثات سلام. هي تثبت للعالم بأنه نحن دعاة سلام ولسنا دعاة حرب. إذا أراد الحوثيون أن يتباحثون معنا في خطوات السلام، برغم أن التجارب السابقة والجميع يعرف من ستوكهولم إلى الكويت إلى جنيف إلى جميع المباحثات مع الحوثيين عندما تنتهي في النهاية تفشلها إيران ولا يلتزمون بما يتم الاتفاق عليه، وآخرها اتفاق ستوكهولم في الحديدة. طيب دكتور عبد الباقي، أنقل نقطة دكتور عبد الباقي شمسان، لا أحد يستطيع أن ينكر دور المملكة العربية السعودية ووجودها في الرياض، دورها في المشهد اليمني، دور الرياض. دكتور عبد الباقي، فما المشكلة اليوم أن تدعو المملكة العربية السعودية الأطراف اليمني للحوار في الرياض؟ كانت هناك الكثير من المؤتمرات والاتفاقيات رعتها المملكة العربية السعودية، آخرها ربما مؤتمر الرياض. لماذا هذه المرة يبدو هذا الإعلان مختلفا بالنسبة لك وللبعض ممن يعارضون هذه الدعوات؟ لقد تكشف أمر المملكة العربية السعودية أنها لم تأتي لإنهاء الانقلاب ولم تأتي لعودة الشرعية وحماية الأمن القومي العربي. هذا الكلام أصبح من الماضي، نحن تكشفت الأمور، نحن الآن 5 سنوات والسعودية بكل سلاحها مع الإمارات لم تستطيع أن تواجه ميليشيات، فكيف الحال عندما تتحدث عن إيران؟ واسمح لي أقول لك أن هذا الحديث أن السعودية جاءت لإنهاء الشرعية وأنها جاءت لإنقاذ الشعب اليمني، هذا حديث لم يعد يمر علينا. السعودية جاءت لمصالحها الجيوسياسية في اليمن ولمشروع القرن ولتقسيم اليمن ودعم الثورات المضادة في اليمن، وبالتالي لا يمكن أن نصدق أن السعودية مع الشعب اليمني وأن جاءت من أجلنا وهي تحتجز الرئيس اليمني ل5 سنوات وهي تعيق عقد مجلس النواب في الجغرافيا اليمنية وهي تقوم
بوضع بدعم اتفاق الرياض الذي شرعنا لانقلاب آخر بدعم وتنفيذ إماراتي وموافقة سعودية. بالتالي هذا الحديث لم يعد، أنا أقول لضيفك بكل وضوح، ما تقوم به السعودية والإمارات هو دور دول احتلال أكثر منه دور جاءت. هذا لم يعد يضلل الشعب اليمني أنها جاءت. وعندما يقول طيب، لكن الدعوات الأخيرة التي على لسان السفير السعودي هي في ظاهرها أنه يظهر المملكة العربية السعودية أنها تريد أن ترعى اتفاق ينهي الحرب ومأساة وأزمة اليمنيين. أي حرب؟ الحرب الحاصلة، الحرب التي أي حرب. نحن الآن أصبحت الجغرافيا اليمنية عبارة عن مجموعة من الجغرافيات، هناك سلطة واقعية بالمناطق الجنوبية بدعم وبقوة، يسموها بالقوة والفعل الإمارات السعودي، وهذا تم وإحلال سلطة واقعية بديلة عن سلطة الشرعية في المنطقة الجنوبية. هناك سلطة واقعية، وأنا والإمارات على كل حال أقول لضيفك الإمارات تشكر السعودية والإمارات لأنها جعلت الإيران تنفذ مشروعها بأقل كلفة بأقل قيمة إخلاقية وبأقل قدرات، لأنها قامت بإضعاف الحامل السني الذي كان يوازن الحوثيين في عمران وفي طوق صنعاء وقامت باستهدافه، وبالتالي هذا يخدم إيران. قسمت اليمن إلى جزئين وهذا من المحتمل الكبير وهذا يخدم إيران. قامت بإيجاد انقلاب آخر في الجنوب وهذا يخدم إيران. بالتالي هذا الحديث أنه يواجه دكتور عبد الباقي، لماذا المملكة هي المتهمة بأنها من قسم اليمن إلى جزئين؟ لم يقسمها الحوثي عندما ذهب في 2015 بعد الانقلاب وغزا الجنوب مرة أخرى؟ نحن لنا الحوثيين مشروع منتهي إذا لم يتعرض الشعب اليمني إلى مؤامرة من السعودية والإمارات. الشعب اليمني شمالا وجنوبا لا يمكن أن يعود إلى حكم الحق الإلهي. الحوثيين العودة إلى سيدي وإلى ولاية الفقيه هذا أمر خارج التاريخ. الذي تآمر على الشعب اليمني الحوثيين، الشعب اليمني قادر على التفاهم معهم، وبالتالي نستطيع مواجهتهم تحت الاستطاف لدعم الجمهورية واستعادتها. الحوثيين أضعف ما تتوقع. الذي مكن الحوثيين من الوجود والذي يعتقد أنه لديه علاقة تاريخية، وهناك أيضا تصريحات لبعض الشخصيات الاستخبارات السعودية أن تم التواصل مع الحوثي وأعطاهم موافقات، ولكنه تنكر لهم بأنه سوف ينقلب على إيران، وبالتالي قدم. طيب الدكتور عبد الباقي، الآن شرحت وفصلت ما الذي تريده المملكة العربية السعودية ولماذا جاء إلى الآن، سأعود وأسألك عن ما الذي يريده الحوثيون، لكن بعد أن نذهب لضيفي من المملكة اللواء مستور الأحمري. البعض تفاجأ بتصريحات السفير السعودي لأنه فيما يخص دعوة الحكومة والحوثيين للحوار في الرياض لإنهاء الحرب، ويتساءل أين ذهبت تصريحات المملكة العربية السعودية التي كانت تؤكد أن هدف هذه الحرب هو القضاء على الحوثيين وإنهاء الانقلاب. عزيزي، أولا يعني عندي تعليق بسيط على حديث ضيفك الكريم، وأنا يعني أتمنى أن لا يكون متأثر بالحديث الوسائل التواصل الاجتماعي. المملكة العربية السعودية إذا كان بين اتفاقها والحوثيين فلم يكن هناك داعي لأن تقيم قواتها المسلحة وتخلق التحالف العربي وتطرد الحوثيين من حوالي 80% من الأراضي اليمنية وتحرر الجنوب والساحل الغربي تقريبا كامل، والحديدة يعني كان هناك تدخل الأمم المتحدة بالإضافة إلى استهدافها جميع المعسكرات وجميع أماكن الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة التي يمتلكها الحوثي. لا أتوقع أنه مثل هذا الكلام منطقي أو واقعي أو يعني يجامل الواقع. الحكومة اليمنية في المملكة العربية السعودية معززة. الدكتور عبد الباقي أشار أيضا إلى نقطة، منك تريد أن تعلق على هذه النقطة أيضا؟ لو تعلق على هذه النقطة سيكون طيب، سأطرح عليك أيضا نقطة أخرى طرحها الدكتور عبد الباقي حتى تعلق عليها. طيب، طيب اللواء مستور، أنت تقول أنه ليس من المصلحة المملكة العربية السعودية إذا كان هناك اتفاق لها مع الحوثيين أن تشعل هذه الحرب وتخسر ما خسرته في هذا الحرب لأنه كان لديها اتفاق مع الحوثيين. الدكتور عبد الباقي يقول لك كان لديهم اتفاق لكن الحوثي لم يلتزم بالخطة التي طرحت والاتفاق الذي تم ما بين السعودية والإمارات مع الحوثي، لذلك تدخلت المملكة العربية السعودية في مارس 2015. لا يا عزيزي، لأنه ذهب إلى الجنوب وتجاوز الخطوط الحمراء التي وضعت له.
اسمح لي، شوف عطني فرصة أتكلم إذا سمحت لي. 2011 كان هناك الحرب الأولى وكانت مع الحوثيين وتم يعني تدمير كثير من قدراتهم. الآن هذه الحرب المملكة العربية السعودية والعلم الجميع هي تستخدم السلاح النظيف الموجه، ولم توجه السلاح إلى المواطن اليمني، إنما وجهت إلى المواقع العسكرية وأماكن تجميع الصواريخ والطائرات المسيرة ومصانعها وإعادة تصنيعها وما إلى ذلك وإلى إسطبلات نظرية الأرض المحروطة. طيب وآخر عملية شاهدت إلى أين وجهت المملكة العربية السعودية أدواتها؟ إلى الإسطبل الأحصنة في صنعاء، شاهدت الصور؟ يا عزيزي أنا تتركني أتكلم مثل الضيف الآخر. أوكي. وألا يعني أنا أعتذر، أنا خلني أنا أوضح لك وجهة نظري. اتفضل. يعني أحياناً أسمع بعض المغالطات. المملكة العربية السعودية إيش مصلحتها في الأراضي اليمنية؟ المملكة العربية السعودية إذا هي بتتماهى مثل مع هذا المواقف، فما في داعي تستضيف الحكومة الشرعية، ولا في داعي تعمل على المجتمع الدولي، ولا في داعي تقدم مساعدات اقتصادية، ولا في داعي تقدم يعني المركز الملكي سلمان للإغاثة يعمل هناك، ولا في داعي. المملكة العربية السعودية الآن دعت الحوثيين إلى الحوار بناء على دعوة الأمم المتحدة. إذا الحوثيين بيقبلون في الحوار وبيتنازلون عن السلاح حسب القرارات الدولية، فأنا أتوقع رح يكون هناك مباحثات. إذا الحوثيين لم تسمح لهم إيران، فلن يكون هناك مباحثات، ولن يكون هناك أي لقاء، وستستمر الحرب. العملية يعني بعض الكلام أنا أسمعه بصراحة يعني جدا غير منطقي. الإمارات يعني شاركت من ضمن التحالف العربي وبفاعلية. المملكة السعودية ليس لها أي مصلحة في أي جزء من الأراضي اليمنية. المملكة السعودية إذا كان مثل ما تفضل ضيفك الكريم، إذا هي وافقت على انقسام اليمن وما انقسام اليمن والمجلس الانتقالي، ولما كان كيف جمعت بين المجلس الانتقالي والحكومه الشرعيه وفشلت خطوات فشلت في تنفيذ الاتفاق لوام السور الاحمر؟ الم نتجاوز كل المدد الزمنيه التي وضعت؟ فشلت في تنفيذ اتفاق نعم الرياض. نعم نعم اتفق معك، تجاوزت المدد الزمنيه اللي وضعت. هناك عراقيل، هناك اشكالات. الفرقاء اليمنيين للاسف يعني بينهم اشكالات جدا كبيره تستعصي الحلول بالنسبة لها، ولكن المملكة العربية السعودية تحاول أن توفق بين هذه الأطراف للوصول إلى توحيد الجهود اليمنيين ضد الميليشيا الحوثية في الشمال. وأعيد وأكرر بأن الحوثيين، المبادرة الخليجية ذكرت هذا الكلام بأن الحوثيين مكون. ألم يصلك حديث أن هذه التناقضات والتعقيدات الموجودة اليوم بين اليمنيين الذين في صف التحالف، أن من غذاها هو التحالف، من دعمها ورعاها وزاد في الشقاق ما بين اليمنيين في صف التحالف والشرعية هو التحالف المتهم السعودية والإمارات، لأن لديهم أجندات مختلفة كما يقول الدكتور عبد الباقي شمسان ويتفق معه البعض في ذلك. يا عزيزي هذا كلام غير واقعي. لم يتم تأييد طرف ضد الآخر. أنت لو رجعت للتصريحات الرسمية ولكلام يعني كثير من المحللين، المملكة العربية السعودية ترغب من جميع الفرقاء اليمنيين أن تتوحد كلمتهم تحت قيادة الرئيس عبد الرب منصور هادي وتحت الحكومة الشرعية لحشد الجهود لتحرير المنطقة الشمالية بدعم كامل متكامل من المملكة العربية السعودية والتحالف العربي. هذه هي الأهداف الحقيقية للتحالف. غير هذا الكلام هذا غير صحيح البتة. طيب دكتور عبد الباقي شمسان، كل الاتهامات التي توجه واللوم للمملكة العربية السعودية من اليمنيين هو فشل وعجز وحالة من التشكي غير مقبولة. فشل اليمنيون في حماية بلدهم وعاجزين عن القيام بأي فعل، ولم يعد لدينا غير أننا نشتكي ونلوم ونوجه كل الفشل على المملكة العربية السعودية. ما هي مطامع المملكة في اليمن كما يقول لك الدكتور وضيفي من المملكة العربية السعودية لوام السور الأحمري؟ سأجب في مستويين. أولاً سأرد عليه بشكل سريع جداً. أي 80% تم استرجاعها من الجغرافيا اليمنية؟ هل رئيس الجمهورية قادر العودة إلى عدن؟ هل مواطنين الشمال قادرين يتحركون في المناطق الجنوبية؟ هل نستطيع أن نتحرك في 80%؟ الذي حققه السعودية أن أصبحت الحوثيين يقصفون أرامكا ويقصفون العمق السعودي ليس أكثر. هذه مغالطات 80%. الشعب اليمني تعز ما زالت محاصرة ومخطط لها أن يتم استقطاع الساحل الغربي لصالح الإمارات وإلى تفجير صراع مذهبي فيها.
بالنسبة للإمارات أنها قدمت، الإمارات لم يتم دعوتها من قبل السلطة الشرعية وفقا لمواثيق الأمم المتحدة، والإمارات قصفت الجيش اليمني ودعمت، وهناك تصريح للقائد العسكري في اليمن يقول ذهبنا إلى أعدائنا في الداخل وحدد منهم الطابور الخامس، والطابور الخامس يعني كل من يعارض هذه السياسة من السياسيين والأخوان المسلمين، يعني لم يأتي إلى إنهاء الشرعية واستعادة الجغرية، هو هذا إعلان رسمي وموجود بالتلفزيون بحضور ولي العهد وإلى آخره من التفاصيل. بالتالي هذا مغالطات. قصف الجيش اليمني، قال أنه جند 200,000 من الميليشيات وهذا بديل عن الجيش الوطني. مجلس النواب لم يستطيع الاجتماع في الجغرافية الجنوبية اليمنية، وبالتالي أي 80% يتحدث عنها، ثم يتحدث لي عن اتفاق الرياض. اتفاق الرياض شرع عن الانقلاب، منح المجلس الانتقاد الانفصالي شرعية طرف من أطراف النزاع كما شرع. لكن هذا الاتفاق لو كان نفذ كان سيوحد الصف مرة أخرى، لكن المشكلة والتعقيدات كما يقول لي ومستر أحمري في اليمنيين. لو سمحت بس أكمل هذا حكاية أنه لو كان نفذ، نحن كنا ضد هذا الانقلاب، لأن هذا الاتفاق كان عبارة عن شرعية الطرف من أطراف النزاع يلتقي مع اتفاقية ستوكهولم، بمعنى حل تسوية جزئية من المنطقة الشمالية، لا علاقة لاتفاق الرياض مع المرجعية الدولية، كما كانت المبادرة الخليجية وأد للثورة الشبابية وللتحول، لأنها جددت شرعية صالح ومنحت دخول فرصة بالعودة. الحديث عن السلاح في السعودية، هل معقل يا أخي، يعقل الآن إن السعودية وهذا الشراء للأموال والأسلحة وجيشنا الوطني غير قادر يتقدم في التخوم، ويتحدثون أن المشاكل اليمنية، لا توجد المشكلة اليمنية، الحوثيين صدقني مقدور عليهم، الذي استهدف الشعب اليمني والذي يعني شرحت هذا الكلام. طيب دكتور عبد الباقي، لأجل الوقت أرجوك لأجل الوقت، الحوثيين اليوم ماذا يريدون من أي اتفاق قد ترعاه المملكة العربية السعودية؟ ما الذي يريده الحوثي؟ السعوديين تعاملوا بالندية مع المملكة العربية السعودية، وبالتالي هم لا يعترفون بالسلطة الشرعية، هم يريدون دولة في المناطق الشمالية، ويدركون وخدمتهم الإمارات والمملكة العربية السعودية، بحيث أنهم قاموا بالانقضاض وإضعاف كل الجماعات السنية في المناطق الشمالية وفصل الجنوب، بحيث يكون الشمال والجنوب يكون القاعدة السنية أكبر، قسموا الهوية الوطنية إلى تنتين، وبالتالي أدخلوا المذهب المدخلي إلى مدينة تعز عن طريق أبو العباس، بحيث تكون مدينة تعز مدينة استنزاف. بالتالي الحوثيين سلطة واقعية تقصف السعودية وتتعامل بالندية ويتحاورون معها بشكل مباشر، وبالتالي الحوثيين أصبحوا سلطة واقعية ولا يمكن تجاوزهم. واتفاق الرياض منح الجنوبي الانقلاب في الجنوب شرعية، كما منحت المرجعية الجولات للتفاوض مرجعية الحوثيين، وبالتالي 5 سنوات لا تكفي. أي سلاح نظيف يتحدث عن أي سلاح نظيف، هل يعني يقصد أنه السعودية تقصف اليمن بصواريخ معقمة يعني نظيفة؟ دمروا بنيتنا التحتية لأهداف تتعلق بمصالحهم الاستراتيجية. أقول له ماذا تريد السعودية في اليمن؟ تريد المهرة، تريد أن يكون لها أنبوب نفط يمتد إلى بحر العرب. دكتور عبد الباقي، لماذا توجه اللوم في تدمير البنية التحتية للمملكة العربية السعودية؟ لماذا لا توجه اللوم للحوثي الذي خزن فيها الأسلحة وجعلها عرضة وهدف لصواريخ التحالف وطائراته؟ والله الحوثي لو كانوا السعوديين صادقين لقدموا لجيشنا الوطني ولحكومتنا. هل يعقل لدولة تدعم السلطة الشرعية تبقيها في الرياض 5 سنوات؟ يعطوا فقط الأمر وعدم قصف جيشنا الوطني عندما يتقدم باتجاه صنعاء. الحوثيين غير مقبولين في الداخل اليمني، صنعاء تنتظر إشارة لإنقاذ عليهم، ولا يمكن للشعب اليمني أن يقبل سلطة تقوم على التفويض الإلهي. الذي يدعم الحوثيين هم السعوديين، الذي ساعدهم هم السعوديون. اليمن لم تستدع الإمارات دولة احتلال، لأن الذي وحتى السعودية جاءت قالت السلطة الشرعية أنها طلبتها، لكنهم قاموا بأول قصف جوي قبل أن يتم دعوتهم لتدخل على المستوى الإقليمي. طيب سيادة اللواء، السعودية على مدى 5 سنوات هي طرف في حرب اليمن، المجتمع الدولي وتحديداً المجتمع الحقوقي يوصف ما يحدث في اليمن بأنه حرب سعودية،
وأنها والبعض يذهب ويقول حرب سعودية حوثية. كيف يمكن اليوم للسعودية أن تتحول إلى وسيط وراعي للأطراف اليمنية وأي مفاوضات؟ وأنا سأقول لك تصريحات قيادات حوثية، عبد الملك العجري يقول يعني لا من الناحية المنطقية ولا من الناحية السياسية يمكن أو يصح أن ترعى السعودية الحرب وترعى المصالحة في ذات الوقت. عزيزي أنا برد على سؤالك وبعدين برد على بعض التعليقات من ضيفك الكريم. أولا المملكة السعودية عندما دعت إلى السلام، أنا قلت لك قبل دقائق أنه بناء على دعوة المبعوث الدولي وخاصة العالم الآن في مشكلة كورونا وجائحة كورونا وهذا الوباء المنتشر، وكانوا يريدون هناك يعني أن يكون هناك محادثات سلام، دعت المملكة السعودية عبر السفير الجابر بأن يكون يعني أن يكون هناك سلام. المحادثات يجب أن تكون بين الجميع، ليست المملكة العربية السعودية هي وسيط، هي قائدة التحالف العربي، الحكومة الشرعية موجودة وهي الطرف الرئيسي والمسؤول عن الأزمة في اليمن. فإذا استجاب الحوثيين، وأنا لا أتوقع أنهم سيستجيبون لأن إيران لن تسمح للحوثيين بأن يدخلوا في محادثات السلام، ومحادثات السلام هذه لا بد لها من تمهيد، لا بد لها من يعني طيب من محادثات. وبالتالي في عدم استجابة الحوثيين ما هي خيارات المملكة العربية السعودية؟ وهو طيب ما هي خيارات المملكة ما دام أنتم تتوقعون أنهم لن يستجيبوا؟ ها؟ أنتم تتوقعون أن الحوثي لن يستجيب لهذه الدعوة، بالتالي ما هي خيارات المملكة؟ أنا أقول لك هذه وجهة نظري أنا كقارئ للأحداث. الحوثيين يعني لأنه المتطلبات السلام تقريبا هم لا يؤمنون بها، لا يؤمنون بتسليم السلاح، لا يؤمنون بالتخلي عن علاقتهم مع إيران، لا يؤمنون بهذه الأشياء جميعها، فبالتالي هم لن يدخلوا في محادثة السلام. هذه وجهة نظر يعني كقارئ للأحداث. إنما أداء الدعوة للسلام، إذا كان هناك دعوة للسلام فدعت المملكة السعودية، دعا المجتمع، دعت الجامعة الدول العربية، الأمم المتحدة دعت، الولايات المتحدة دعت، الجميع يرغب في السلام، ولكن السلام المبني على خطوات صحيحة وعلى القرارات الدولية. هذا من جانب. من جانب تعليق بسيط على حديث ضيفك الكريم، إذا المملكة العربية السعودية هي يعني تفرق بين اليمنيين وتعمل أجزاء، فبالتالي لم يكن هناك داعي لشن الحرب، ولم يكن داعي لاستقبال الحكومة الشرعية، ولا تركت اليمنيين هم بعضهم يتخرجون مع بعض وكل يأخذ جزء ويقيم فيه. هذا الكلام يا عزيزي غير منطقي. المملكة العربية السعودية أعلنت أهداف التحالف العربي وهي واضحة. وإذا لم تكن تدخلت يعني المملكة العربية السعودية كيف كانت ستصل إلى المهرة وشبوة وسقطرة؟ بأي صفة وبأي صيغة كانت الإمارات ستتواجد في ميناء عدن وفي الجنوب لو لم تتدخل المملكة العربية السعودية ولم يحدث هذا السيناريو؟ لم أسمع السؤال بشكل جيد لو تكرر. تقول أن المملكة العربية السعودية لم تكن بحاجة للتدخل في اليمن وكانت ستترك الوضع كما هو عليه، لكن اليوم المملكة العربية السعودية متواجدة مثلا في المهرة، يعني الإمارات متواجدة في سقطرة وفي الجنوب ومتحكم بالملف، واليمنيين أصحاب الشرعية باتوا نزلاء في فنادق الرياض. إذن هذا التدخل ضمن للمملكة العربية السعودية تحقيق مصالح استراتيجية. الجيش اليمني موجود، إذا هناك تقصير من القيادة العسكرية فتحاسب القيادة العسكرية. الجيش الوطني اليمني مدعوم. هل تقصد الجيش الوطني الذي قصف؟ هل تقصد الجيش الوطني الذي قصف بمقاتلات التحالف في عدن وأبيان؟ إذا قصف هناك قصف خطأ، إذا هناك مشكلة حدثت فلا نعممها على المشهد السياسي والعسكري بشكل كامل. أنا يعني لا أعمم هذا الأشياء. الجيش الوطني يتقدم في الجبهات ويقدم له التحالف العربي، والقوات الجوية السعودية تقدم له الدعم الجوي الكامل، تقدم له الذخائر، تقدم له العربات، تقدم له تصرف المرتبات، كل هذا تقدمه الكرامة السعودية. أن تعرف الآن سيادة اللواء الخبير عسكري، ومتابع للمشهد العسكري، أن تعرف أنه الآن مقاتلات التحالف لم تعد تتدخل غير عندما يحدث تصعيد من قبل الحوثي، لم يحدث القصف في صنعاء إلا ردا على وقالها السفير السعودي على فقط على التصعيد واستهداف أهداف سعودية من قبل الحوثيين، لم تعد تتدخل، بل البعض يذهب إلى أبعد من ذلك. ما حصل من تقدم للحوثيين اليوم في مناطق يمنية هو جاء في إطار التفاهمات وتهيئة الأجواء مع الحوثيين وإغرائهم للقبول بالدعوات السعودية للحوار. يا عزيز، الكلام هذا غير صحيح جملة وتفصيلا.
قبل اسبوعين ألم تسمع بسقوط الجوف عندما كان هناك معارك ألم تسمع بسقوط الجوف عندما كان هناك معارك في نهم وفي صرواح وفي الجوف أسندت القوات الجوية السعودية الجيش الوطني وعليك الرجوع للبيانات من ناطق التحالف وللأخبار الصحفية وتجد أن شاركت القوات الجوية بفعالية لدعم الجيش الوطني في هذه الثلاث الجبهات. يعني لماذا نحن نغض النظر عن الأشياء الرسمية والأشياء الموجودة وننحى وسائل التواصل الاجتماعي اللي للأسف كلها مضللة؟ طيب أعود دكتور عبد الباقي يعني طيب نعم دكتور عبد الباقي ما تطرحه أنت يعني يوصف من قبل السعوديين والبعض واليمنيين أيضا اللي في صف الشرعية أنه هذا الطرح يعكر الأجواء، لماذا اليوم لا تتاح فرصة لهذه التفاهمات والمملكة العربية السعودية لأن تنهي هذه الحرب؟ لماذا حالة الانزعاج هذه؟ لأنه لا توجد أي حرب تستمر للأبد. إنهاء الحرب في هذا التوقيت قد حقق الأهداف الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية والإمارات، بحيث أن أصبحت هناك ميليشيات ووكيل محلي في المناطق الجنوبية، بالتالي يصبح وجود السعودية في المهرة وفي إطار مشروع القرن قائم، لأن هناك جماعات ضعيفة وموالية وغير قادرة على الاستمرار دون دعم إماراتي. الإمارات أصبحت في سوق قطرة وفي بريم وفي كل المناطق، وبالتالي وفي حراس الجمهورية في المنطقة الغربية، وبالتالي من الطبيعي جدا أن يتحدثوا عن سلام. لهم أخذوا ما جاءوا من أجله، أخذوا ميناء عدن بيدمروه لصالح ميناء أبوظبي يعني رأس علي، وبالتالي سيتم تعطيل ميناء عدن، سيتم السيطرة على جزيرة سوق قطرة، على باب المندب، سيتم تصدير النفط من مدينة شبوة، وهناك صراع عماني سعودي. طيب قد يرد عليك أحدهم دكتور عبد الباقي ما أنك تقول سيتم هذا في إطار الأوهام، يقول لك وفي إطار التشكيك في نوايا التحالف. يا صديقي لو سمحت، ما أي حديث أنت؟ هل تستطيع أنت الآن تذهب إلى عدن؟ هل يستطيع أي وزير أن يكون في عدن؟ هل من الذي يلقي البيانات؟ هل عبد الرب منصور هادي؟ هذا الحديث أن السلطة الشرعية موجودة، هل عبد الرب منصور هادي بعد 5 سنوات من هذا الوجود السعودي موجود في معاشير؟ هل رئيس الحكومة هذا السكرتير الشخصي للسفير السعودي قادر على إدارة الدولة؟ هل الوزراء اليمنيين بكامل رمتهم؟ هذا حديث فاضي. تعز محاصرة ما زالت، الحوثيين قوة موجودة، بالتالي السعوديين لا يهمهم. هم طيب ضمنوا دكتور عبد الباقي خلال 5 سنوات السعودية دعمت الحكومة الشرعية على كافة الأصعدة، لكن الإنجاز ما يزال حتى اللحظة من قبل الحكومة الشرعية صفر، فإلى متى ستستمر السعودية في هذا الدعم وتستمر في خسارة سمعتها وموقفها؟ من الذي جفف مصادر تمويل الحكومة اليمنية وأوقف تصدير النفط؟ من الذي وقف مع بقاء البنك المركزي في صنعاء؟ من الذي الآن يعني يعيق إدارة الحكومة اليمنية لخدمات المواطنين؟ من الذي ساعد في تقديم نموذج سيء للحكومة اليمنية، ربما أسوأ من حكومة صالح، وجعل الناس لديهم حنين لما كنا عليه غير السعودية؟ هذا حديث. من الذي جعل هذه الحكومة 5 سنوات في المهجر؟ لا يمكن أن تقنعني أن استعدنا 80%. أخي عيب، استعدنا 80% يعني على الأقل نكون موجودين حتى في 20%، إحنا مش قادرين نوجد في 80% حتى. بالتالي هذه مغالطات. السعودية حققت أهدافها، ومن الذي قصف الجيش الوطني في عدن؟ هل كانت الإمارات تتحرك في سوق قطرة وأتت 200,000 باعتراف قائد القوات في اليمن 200,000؟ طيب ما تعليقك على رفض تصريحات الحوثيين وقيادة التي جاءت بعد إعلان السفير السعودي وقولهم أنه لا توجد هناك تواصلات يومية وأنهم لا يقبلون أن تكون السعودية راعية للحرب وراعية للسلام؟ ما تعليقك على التصريح وإلى ماذا تشير؟ شوف، دعنا من هذا التصريحات السياسية. إيران، أنا أستطيع أقول لضيفك الكريم والقارئ الكريم، وأنا أعمل الآن على ورقة عمل لهذا الخصوص، لقد قامت دول التحالف الثنائي وليس العربي لا، الثنائي السعودي الإماراتي، بالقيام بكل العمليات التي كانت إيران بحاجة للقيام بها، عسكرية ومالية ودعم، قدمت كل ذلك. بالتالي الحديث أن
الحوثيين الآن يتحدثون بندية. وأحب أقول لك تصريح آخر، الحراك الجنوبي الانفصالي والحوثيين وإيران والإمارات والسعودية، هذولا متفقين في عنصرين اثنين: إنهاء السلطة الشرعية وحصر مهمتها في نقل السلطة لحكومة وحدة وطنية بعد إكمال المشروع تقسيم اليمن إلى ثنائية أو أكثر. وبالتالي هذا الاتفاق يعني والدليل وهناك موافقة دولية غير معلنة، وبالدليل على ذلك تمرير اتفاق ستوكهولم الذي قام بإيجاد تسوية جزئية تتعلق بالمناطق الشمالية بضغط من الإمارات والسعودية مع التنسيق الأمريكي. بالتالي هذه المغالطات أن السعودية تستوعب الحكومة الوطنية وأنها جاءت لخدمة الشعب اليمني، هذا كلام يعني لم يعد ينطلي على الشعب اليمني من 5 سنوات. نحن نعرف أن الحوثيين نحن قادرين على مواجهتهم. أنا أؤكد لك أن الذي يقصف الجيش اليمني في نهم والذي يقصف الجيش اليمني يتقدم في صنعاء هو السعوديين. هل يعقل الإمارات تقصف الجيش الوطني اليمني عندما أراد أن يسيطر على العاصمة عدن لعودة الرئيس؟ أذكر ذلك من الذي هدب ذكرنا هذه النقطة. طيب دكتور عبد الباقي، طائرته في حال عودة طائرته، أود أن أنقل نقطة لضيفي اللواء مستور الأحمري. اللواء مستور الأحمري، إلى جانب وجهة نظر الدكتور عبد الباقي أنه يقول اليوم دعوة السعودية للحوار مع الحوثي هي جاءت بعد أن ضمنت المملكة تحقيق أهدافها في اليمن، هو أشار إلى نقطة أنه المملكة تراهن ربما على العلاقة التاريخية لها مع الملكيين والحوثيين، وأنه يمكن أن تتوصل إلى تسوية سياسية وصفقة معهم. إلى أي حد المملكة ما زالت تراهن على هذه العلاقة التاريخية؟ يا عزيزي، أولا مع احترامي لضيفك الكريم، هذا يتكلم في وادي آخر ويتكلم في اتجاه بعيد كل البعد عن الواقع وعن المنطق. عملية المملكة العربية السعودية علاقات لها مع الحوثيين وتحارب الحوثيين، يعني أي إنسان يفكر لديه منطق يعني لا، غير كلام غير مقبول، غير يعني غير واقعي. كيف أنا أرتبط بعلاقات مع الحوثيين وبيني وبين المحادثات وأنا هنا أحاربه؟ كيف ضيفك يقول إنه قوات الجيش الوطني في نهم وفي صرواح وفي الجيب وفي مارب القوات الجوية السعودية تقصف الجيش الوطني؟ يعني هو الوحيد اللي لاحظ هذا الشيء؟ لا، في قادة عسكريين، ألم تسمع وزير الخارجية الحضرمي وقادة عسكريين من يتحدثون بعملية القصف هذه واستنكروها؟ لا أبداً، انا اقول لك انه قالها في الامم المتحده الجيش الوطني اللي ترعاه المملكه السعوديه، اللي تسلحها المملكه العربيه السعوديه، عربات، مدرعات، ذخائر، اسلحه، كلها من المملكه العربيه السعوديه. يعني البنك المركزي عندما يقول الاخ المملكه العربيه السعوديه دعمت البنك المركزي اليمني ب 4 مليار دولار وب 2 مليار دولار، يعني دعمته ليستطيع دعمته لكنها عطلت الموارد اليمنيه، منعت اليمنيين من تشغيل حقول النفط والغاز ومنعت عنهم موارد. اليمن ليس بلد فقير، اليمن فيه ثروات كثيره. يا عزيزي كيف تمنعهم؟ ليش تمنعهم؟ ما يا رجل وباي صفه تمنعهم المملكه العربيه السعوديه؟ لماذا تمنعهم اصلا يا عزيزي؟ المملكه العربيه السعوديه لم تمنعهم، المملكه العربيه السعوديه لا تتدخل في مثل هذه الامور، المملكه العربيه السعوديه تحافظ على الشرعيه، المملكه العربيه السعوديه تحاول ان تجمع بين جميع الاطراف اليمنيه. المملكة العربية السعودية مثل ما قال ضيفك الكريم تريد احتلال المهرة، المهرة هو يعرف والكثير يعرفون أنه كان هناك تواجد عسكري لمنع تهريب السلاح من المهرة إلى الحوثيين، وطريق تهريب السلاح معروف والشخصيات والدول التي تدعم هذا الاتجاه، وتم منع هذا التهريب من هناك. يعني أنا أريد إذا كان هناك نقاش أن يكون بمنطق وأن يكون قريب من الواقع. لا تستطيع أنت أن تقول أنك أنت صديق لي وفي نفس الوقت تتقاتل أنا وياك بالسلاح، هذا كلام غير منطقي. المملكة العربية السعودية عندما يقول حرب نظيفة وما حرب نظيفة، لو المملكة العربية السعودية أرادت لا استخدمت النظرية التي تم استخدامها في سوريا وفي العراق مع مسح المدن كاملة وتشريد السكان. المملكة العربية السعودية استخدمت القوات الجوية لتدمير المعسكرات وأماكن الصواريخ وأماكن الطائرات المسيرة وأماكن الحرس الثوري الإيراني، ولم تستهدف. طيب. انتهى وقت الحلقة. لواء مستور الأحمري، انتهى وقت الحلقة، تبقى دقيقة للتعليق من الدكتور أخير الدكتور عبد الباقي شمسان. دكتور عبد الباقي، تعليق أخير لك.
أعتقد أن علينا أن لا أعول على هذا الخطاب، هذا خطاب سياسي. نحن الآن اليمنيين، أنا أكرر وأضيف أن الوضع الآن أصبح في غاية التعقيد، نظرا لأن هناك الجغرافيا قد تم إعادة تشكيلها وخلق واقع جديد، بحيث أن السلطة الشرعية غير قادرة على أن تلعب أن تقوم بدورها في ممارسة السيادة. الحوثيين يمارسون السلطة في مناطق صنعاء وما حولها، عدن تحت سلطة واقعية بدعم دول التحالف، جيش وطني، هناك ميليشيات في الجنوب ب 200 ألف، هناك ميليشيات حوثية، وهناك جيش وطني يعني في تخوم صنعاء غير متقدم. بالتالي على الشعب اليمني أن يجد حلا للخروج من هذا المأزق. السعودية تبحث عن مصالحها أشكرك. وحققت مصالحها. قال الحديث عن المهرة، ما مهرة؟ قل له يعود إلى ويكيليكس ويعود إلى التقارير السعودية التي كانت تعد من أهم مشاريعها المستقبلية، السيطرة على المهرة وعلى بحر العرب. شكرا جزيلا لك أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور عبد الباقي شمسان، كنت معنا من أوتريخت في هولندا، وأيضا الشكر موصول للخبير العسكري السعودي اللواء مستور الأحمري، كان معنا من الرياض. انتهت حلقة هذا المساء من فضاحنا، نلقاكم الأسبوع القادم وحلقة جديدة. كل بخير. We'll be right back.